هاي 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 هذا ما هو هذا. ايوا ما عندي ما نسالك حبيبي. ايوا اش غنقول لكم الخوت، انا في الاخر راني بديت شاكه بانها لاعبينها ادسنس، ولكن كندورو حتى كنعياو كنقول الله اعلم، ما يمكنش ما يمكنش، وباقى لحد الساعه غنقول الله اعلم، ما يمكنش ما يمكنش، باقى غنحسن الظن، باقى غنصبر، ما غنعطيش احكام مسبقه. انا شكيت بانه القضيه الخوت فيها صداقه، هاد الهضره اللي قالتي وصرا كامله شكيت فيها بان ما منهاش، عيط ليه وبابا قال لي خوتك ما خوتك، هاد الهضره كامله شكيت فيها ما منهاش. هادو الخدمه ديال صحاب العمره، جاوا العمره بغاو يكفر الذنوب، تكفير الذنوب اصحاب العمره راه تيكونوا قبل وليس بعد. قبل ما تمشي خصك تكون مبري الدم ديالك، تمشي عند الله وانت صافي، ما بينك وبين حتى شي واحد شي حاجه. قالت لك عيطت لجداتي وجداتي قالت لي مرحبا، جداتك فين كانت؟ ما كانتش عندها النمره ديالك وما كتعرفش العنوان وما كتعرفش داركم وما كتعرفش داكشي اللي دايز عليك وما كيقولوا فيك وما كتقول فيك امك بانك على علاقه حب وغرام مع ابيك. هادشي كامل ما كانوش كيسمعوه هما، كانوا مساكن في الثلث الخالي من الدنيا. هادشي كامل ندوزوه. قالت لك هي السيده مشات معروضه، مشيتو معروضين، قولوا صلوا الرحيم ما فيها عيب، صلت الرحيم مع خالتك اللي شافتك هي وباك، ومع جداك اللي شافتك انتي وباك، حصلوكم ياك اللي حصلوكم متلبسين. ايوا حنا كنتمناو من بعد الصلح نتاكدوا بان الشيء كاين بالصح، حنا اللي كنا في دار غفلون. عفتو الخوت بعدا مولات الماسك عطات الشحط للتعاس، والمتتبعين ما نعاوش ليك حتى هما، عطينا الشحط وكلشي باغي يدير الانسحاب جماعي، وشر بالك ذلك. والمتتبعين قالبين غيقلبوا حتى هما الفيستا. ولكن كنقول لكم غير صبروا واحد شويه، نتسناو تيسالي الفيلم حتى الحلقه الاخيره، ما نسرعوش. ليكون باقين باغيين يطولوا المسلسل نصدقوا حنا خارجين. لا لا بلاتي بلاتي شويه، كنتمنى والله متتبعين عيش الروباله تمهلوا تريتوا ولا تتسرعوا. تسناو حتى الحلقه الاخيره، ما بقى قد ما فات، نتسناوها واحد شويه نتفرجوا بلا ما نزربوا في الهضره، نتسناو واحد شويه نتفرجوا تنشوفوا الحلقه الاخيره، وديك الساعه نشوفوا لما نصفقوا. حنا ماناش خاسرين، حنا تعصبنا وتغلغلنا، وانا اقسم لكم بيمين الله الا ما دخلني لها اليوتيوب وهاد المزبله التاريخيه اللي عشنا فيها هاد المده، الا هما الا القضيه ديال زينة المحارم. من دوك اللايفات الاولين ديالها كنت كنسجلهم ليا وانا مفقوصه، كانت عندي ديجا القناه ديال الطبخ عادي، من بعد انيليتها ورجعت والاولى ضربها بكريشة مشات، ورغم ذلك بقيت في نفس الموضوع كنحارب هذيك الام سعاد، لانني بان لي داكشي ديالها ما صالحش وما هواش، وحتى شي حاجه ما كتقولها داخله العقل. هادشي اللي دخلني انا من الاول، تلقيت راسي بق 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 من حاجه كتجرك الحاجه. ما فيها باس الخوت، نتسناو حتى الحلقه الاخيره، ما فيها باس، حنا اللي تعصب تعصب، واللي مرض مرض، واللي جا السكر جاه، واللي عطى الله عطاه. نتسناو حتى الحلقه الاخيره، نتسناو بفارغ الصبر. راه قالت لك داك الفيديو كان غيكون اليوم ولكن تاجل، لان غتبريباري ليكم بالدراري ومن بعد تنزل ليكم بالام. وكيجاك الدجاج ديال صداقه راه شبعان حامض، شبعان حامض، كيجاك يسرى الدجاج ديال صداقه بنين ولا لا؟ ردي علينا اختي الخبار، ردي علينا يا اختي الخبار، كيجاك الدجاج ديال صداقه؟ راني عند من؟ راني عند الحاج سيدي محمد وعند الحاج جلاله ميلودا، خويا الكبير اللي ربي يطول له في العمر ويخليه تاج فوق راسنا، ويخليه تاج اللي ربي الحبيب يخليه تاج فوق راسي، فين غادي نجي ونضايف ونجي وقت الربيع ونجي وقت الصيف، ومع لالا دار ماشي دار فيرما، فين نجي انا وليداتي وانا ونسابي. الله يخليها تريكه، فضحتونا وطليتونا اليوتيوب من قاعو لساسو. قالت لك الحاج اش من حاج؟ اش من حاج؟ الحاج على الاقل باش يصفيها الخواطر مع امو بعدا،
اللي فضحتونا عامين نتوما امي ثم الام ثم الام ثم الام. مشي صفي 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 مع امو اللي قالت لك مؤخرا قالت لك بانها كتعامل معاه قدام الناس ما كتبغيش. اما هو السخط باقي مغلغل فيه من ساسو راسو باقي قالت لك خاطرها باقي ما صافياش من جهته يصفي خاطر مع امو ديك الساعه دي يمشي تقبل لي تقبل لي العمره يلقى الله بقلب صافي. الحاجه جماعه بناته من الشوها من وحده لوحده كتحبس هذه كتنوض الاخرى كل وحده شرشمات العارات ديالها وديال وليداتها وديال رجالاتهم وديال ناسهم والناس اللي تناسبوا معاهم. باقا يتناسب معاهم شي حد هادو؟ واش هادو باقي ديال النسوبيه؟ شكون باقي يتناسب معاهم؟ ها حتى واحد ما يقدر يقبل عندهم يتناسب معاهم. مع من غيتناسبوا؟ مع العافيه؟ مع من غيتناسبوا؟ مع الجدام يطليهم؟ مع من غيتناسبوا؟ يصفي الدمه ديالو بعدا مع الناس يصفي الدمه ديالو. هي الاولى عاد ديك الساعه تحسب لي قالت لك الحاج دار خويا خويا فيرما قالت لك فيرما على الفيرما يا ودي على الفيرما الفيرما قالت لك بقات منها خاصه منها غا الدور هذاك الدور اللي كيكون داك الحيط اللي كيكون السور اللي مبني على الفيرما هو اللي خاصه تولي فيرما يحفر لباباكم الجدار زعما راه كتفقص في نعيمه. خوتي 100% يسرى كانت حاضره في هاد الصداقه هادي كانت حاضره فيها يسرى وكي جا كتجاج يسرى كيف ما قلت لك بنين ولا ما بنينش شنو زعما راكم نتوما الخاسر الوحيد الناس راه غيمشيو غيقلبوا الصفحه وينساو شي حاجه سميتها اسره مشوهه غادي يقلبوا الصفحه وينساو صلح اي تصالحي مع امك راه قد ما طال الزمان ولا قصر غادي تصالحوا ولكن هذيك خالتك اللي قالت لك بان شافتك انت وباك ام وجداتك اللي قالت لك هي وجداتك شافوك انت وباك شنو شكون اللي غيحيدها هادي عليك شكون اللي غيحيدها هادي من الصفحه ديالك شكون اللي غيحيدها كلشي الناس انت قلتي كيقولوا لي حبطتي سروالك لباك ورا باقي غيقولوها ولات شحايبر ما غيتفاكوش معاك يا مولات الماسك مولات الجلده الخانزه خارجه كتقول بان زين المحارم كاينه 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 وغتفضح من عندهم كاينه زين المحارم يعني بقات مقيده عليك تصالحي مع امك ما تصالحيش مع امك دي امك للحبس ما ديهاش للحبس مقيده مزمع عليك وحنايا راه ما على الرسول الا البلاغ حنا ما كناش نشوفوا الظلم فواحد الجهه حنا دافعنا عليكم كنا كنشوفكم مظلومين ونازلين عليكم وانتوما كنشوفوا فيكم البراءه بان بنت مع باها عادي كنا كندافعوا عليكم لكن غزقت شي تمثيلية راه حنا ما عندناش بروبليم نقلبوا عليكم هذا هو هذه لعبه اليوتيوب بالنسبه لينا حنا تفقصنا معاكم صحيح مرضنا صحيح طار لينا النعاس من عينينا صحيح ولكن ماشي مشكل هانيه بتعليمه كيقولوا رخيصه بتعليمه حنايا تعلمنا بان هذه المره ملفات وحدين اخرين كنتمنى من الناس يشوفون بعينيهم ويتفرجوا فيهم بحال شي فيلم عادي دايز ما يهزوهمش بهذيك الثقل اللي هزينا بها هذه القضيه ديال زينة المحارم. واحد الرساله لمرت عبد الوهاب فاطمه الزهراء كنتمناك اختي بقاي في اليوتيوب ما ديال حتى شي واحد خدمي على راسك خدمي على وليداتك ديري فلوقات ديالك عاديين صوري انتي وبنياتك صوري مع راجلك صوري وانتي خارجه كتقدي وانتي هادي وانتي كطيبي وانتي هادي ما حتى شي واحد ما عنده الحق يمنعك من اليوتيوب لكن الطريقه اللي خرجتي فيها والتعمق اللي تعمقتي والاسلوب اللي شديتي هذا كان بعدا مدمر ليك انتي مدمر ليك بصفه دافعي على راسك حتى شي واحد ما يقدر يمنعك اتهمتي بشي تهم دافعي على راسك ولكن بطريقه اللي ما تدخليش بها بحال ما هكا انت وصلتي لبنادم الاعراض ديالو وصلتي كتتهمي بان بنادم باغي يديلك الراجل باغي هادي باغي وصلتي انت كتعمقي انسان يدافع على راسو دافع على راسك حتى شي واحد ما يقدر يدافع بالعكس كنتي غتبقى لبنى هي اللي ظلماتك كانت غتبقى اللبنى اللي غترجع عليها اللومه ماشي عليك انتي غتبقاي مظلومه انتي نزل عليك واحد التهمه وواحد الباطل ما بنادم ما متاكدش منك واش انتي ولا ماشي انتي كنهضر على السرقه اما تخرج الكلام وتوصل الهضره هذاك اختي الله اعلم هذاك مشكوك في امرك لانك خرجتي ديالك بارطاجي في ولاد شحايبر وكتهضري بنفس الاسلوب ديالهم
انك تخدمي على بنياتك وتصوري فلوغاتك عادي، انت شي واحد ما يقدر يمنعك. هذا اليوتيوب ما ديال حتى شي واحد. وكنتمنى من الله لعجبكم اخوتي هذا الفيديو، ما تنساوناش من البصيمه ديالكم جيم، واللي ما مشتركش شي ابوني، والله يدير تاويل الخير.